أنا اسمي حسام يونس وحبينا نفتح هذا المطعم أنا وشريك لإلي عبد الملك أبو ربيع. أجتنا الفكرة بفترة الكورونا، عملنا دراسة الجدوى لهذا المطعم، وإحنا بصراحة كانت واحدة من هواياتنا الأكل، وبحكم أنه كنا نسافر ونطلع وهو كمان يعني مقيم في أمريكا. أكيد أنا بتشكر بالبداية رب العالمين، ومن بعدها الأهل لأنهم قاموا بتربيتنا و يعني قدرنا نوصل للمرحلة هاي من الأهل، والدتي تحديدا. وأكيد بتشكر عبد الملك شريكي وصاحب الطفولة من أيام المدرسة بالمجهود اللي قمنا فيه بهذا المشروع وقدرنا نوصل للي احنا فيه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد حسام يونس، بداية سعيد مساء. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بالمطعم تبعنا. كلك زود. في البداية تعرفني تعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي حسام يونس وحبينا نفتح هذا المطعم أنا وشريك لإلي عبد الملك أبو ربيع. أجتنا الفكرة بفترة الكورونا، عملنا دراسة الجدوى لهذا المطعم، وإحنا بصراحة كانت واحدة من هواياتنا الأكل، وبحكم أنه كنا نسافر ونطلع وهو كمان يعني مقيم في أمريكا، أخذنا بعض الأفكار من هناك ومن عدة بلدان، وحبينا أنه نعمل هذا الفكرة تبعتنا. فهي للأسف كورونا كانت نقمة، بس بنفس الوقت كانت فرصة لنا، لأنه ما كان الواحد قبل هيك عنده وقت أنه يعمل الأفكار تبعته ودراسة الجدوى لهذا الشيء. فالفترة هاي سويناها، وأول ما فتح السوق وفتحت الأجواء قدرنا أنه ننجز المشروع تبعنا. نعم، بس تعرفني بالتفصيل على أهم الخدمات والأصناف اللي أنتم عم تقدموها عندكم هون للزبائن. هلأ إحنا الأصناف تبعتنا كلها برجرز. البرجرز اللي عندنا فيه 5 أنواع لحمة وفي نوعين دجاج. الدجاج هو نفس الساندويتش بس واحدة حارة وواحدة عادية. الأصناف الموجودة عندنا في سماشت برجر. سماشت برجر هاي كتير بسيطة، تيجي خبزة ولحمة وصوص وجبنة فقط، ما فيها شيء. عندنا الكلاسيك تيجي معها زيادة خس وبصل وبندورة. وفي عندنا سبيشالتي، في عندنا السويت اند سموكي. سويت اند سموكي بيجي فيها فليفلة وبيجي فيها جبنة مدخنة وصوص كتير طيب. هذول الأشياء الرئيسية. في عنا كمان سيجنتشر برجر، تيجي هاي طبقتين، واحدة على الحجر على جريل الحجر، واحدة سماشت.
هاي اللي هي سيجنتشر برجر تبعتنا اللي هي جريل اند سماش. الفكره والاصناف تبعتنا اللي بتميز فيها انه الخلطات الصوص كلياتها احنا ابتكرناها، ما في اشي زيها بالسوق، يعني طعم كتير مميز، وقضينا وقت كتير واحنا نعمل تستات عشان نسوي هاي الخلطات. اللحمه تبعتنا انجس بيف فريش، ما بنستخدم احنا لحمه مجمده، نفس الشيء بالنسبه للدجاج، وعندنا الخبز كمان فريش بوصلنا يوميا. الخبز تبعنا كمان كتير مميز اللي هو البريوش بان، خبز الزبده، بصراحه كتير كتير طيب، يعني كتير نعم. كتير طيب. بس شو اللي عم بيميزكم على المطاعم الثانيه؟ الميزة تبعتنا زي ما تفضلت حكيت لك انه احنا عندنا لحمة فريش، عندنا خبز فريش، عندنا الصوصات تبعتنا مبتكرة، يعني كلها اشي جديد. يعني بتعرفي اهم شيء بالساندويتش انه يكون في عندك سيجنتشر تيست مختلف عن الباقية، ما بنستخدم مثلا مايونيز عادي او كاتشب عادي او ماسترد عادي، لا، في عندنا خلطة بهارات خصوصا خاصة فينا احنا. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ يعني شو حابين تعملوا لقدام؟ هلا احنا رؤيتنا للمستقبل ان شاء الله انه نتوسع داخل الاردن، نعمل اكثر من فرع، وكمان حتى انه نصير براند كبير وفرانشايز نتوسع لخارج الاردن، يعني هاي نظرتنا. ويصير عندنا احنا كمان السورسنج تبع المواد الخام كلياتها احنا نسويها ان شاء الله. بس تحكي لي شوي عن اهم المشكلات اللي انت عم بتواجهها او واجهتها، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. هلا احنا المشاكل اللي عم نواجهها اكثر شيء بصراحه الاسعار متقلبه بالنسبه للمواد الخام، خاصه من بعد الكورونا كثير اصناف ارتفعت اسعارها، وللاسف هلا كمان الحروب والاشياء اللي عم بتصير في العالم عم بتاثر على هذه الاسعار، فهذا رفع للاسف من خلينا نحكي الفاليو تبع البرودكت تبعنا من ناحيه اسعار واشياء زي هيك. وفي ظل المنافسة القوية اللي في الأردن، لأنه إحنا بصراحة عندنا كتير مطاعم كتير أشياء زاكية في الأردن، شوي صغيرة صعب المنافسة بالسعرية، يعني هاي أبرز المشاكل اللي إحنا واجهناها. ننتقل إلى الجانب الوطني لو قدر له، والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا استقبل له؟ هلا أنا بحب أوجه له رسالة شكر جزيل لأنه هو عم بحاول إنه يشجع الشباب إنه يستثمروا في هذا البلد، وأنا بصراحة يعني كتير مبسوط في إني قدرت إنه أعمل هذا المشروع. كمان نشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل التخبطات اللي في المنطقة اللي هي موجودة، والدور الريادي اللي عم بيلعبه في تشجيع الشباب على الأماكن الإدارية والمستقبل الشباب لنا. يعني نعم، لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أكيد أنا بتشكر بالبداية رب العالمين، ومن بعدها الأهل لأنهم قاموا بتربيتنا، و يعني قدرنا نوصل للمرحلة هاي من الأهل، والدتي تحديدا، وأكيد بتشكر عبد الملك شريكي وصاحب الطفولة من أيام المدرسة بالمجهود اللي قمنا فيه بهذا المشروع وقدرنا نوصل للي احنا فيه. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم بالتحديد وطرق التواصل معكم. انا بتشكر كل حدا بيزورنا، وموقعنا كثير سهل، هو قريب من البوابه الشماليه، شارع البوابه الشماليه في الجبيهة، والتواصل ممكن يكون عن طريق الفيسبوك، عن طريق التليفون، عن طريق طلبات. احنا نزلنا طلبات وقريبا ان شاء الله راح يكون في عندنا كريم، واحنا جاهزين عندنا خدمه التوصيل كمان في المحل، وبتشرفونا يعني تذوقوا شيء جديد وطيب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد حسام يونس على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. اهلا وسهلا. كل الاحسان.